أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة نتابع فيها. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات تهدف لاستيعاب الزيادة في إنتاج كميات الغاز في شرق البحر المتوسط وزيادة المرونة في نقل الغاز بالشبكة، وذلك باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه. هذا وقد أوضح الملا أن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز في ظل التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري ومبادرة التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات. ذكر جهاز التمثيل التجاري أن جهود المكتب التجاري المصري في برلين أسهمت في قيام الشركات المصرية المشاركة في فعاليات الدورة 29 لمعرض فروت لوجستيكا بإبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 30 مليون يورو. يعتبر المعرض من أهم المعارض في مجال الحاصلات الزراعية، ليس فقط على مستوى السوق الألمانية وإنما على مستوى العالم، حيث يشمل منتجات الخضر والفاكهة الطازجة والفواكه المجففة وتكنولوجيا التعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجستية. تراجعت أسعار النفط بسبب عطلات في آسيا بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الخام الروسي. هذا وقد انخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.1% لتصل إلى 106 دولارات للبرميل، بينما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% لتصل إلى 103 دولارات للبرميل. أكدت منظمة أوبك أن ارتفاع الإنتاج النفطي في إبريل جاء أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بددت الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين. هذا وقد أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول أنها ضخت 28.5 مليون برميل يومياً في إبريل، بزيادة 40,000 برميل يومياً عن الشهر السابق، وأقل من 254,000 برميل يومياً المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات. أعلنت وكالة رويترز أنه من المرجح انخفاض محصول الهند من القمح في العام الجاري، حيث أدى الارتفاع الشديد والمفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس الماضي أدى إلى تراجع محصول القمح في الهند. هذا وقد صدرت الهند كمية قياسية من القمح بلغت 7.8 مليون طن في السنة المالية المنتهية في آخر مارس، بزيادة نسبتها 275% عن العام السابق. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة الاقتصادية.